السلام عليكم، معكم محمود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له بإذن الله. ثم بعد الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبدأ حلقتنا على بركة الله تعالى. إن إن شاء الله صامدون جامدون ولربنا حامدون، اللهم آمين. عارفين زمان وأنا عندي 20 سنة في واحد كده إيه جه تحداني في حاجة معينة في علم يعني. فقلت له بص، هي مسألة التحدي في العلم أنا ضدها أصلا. المفروض إن إحنا بنعمل حاجة بتزودك أو بتزودني في العلم، بتزودنا إحنا الاتنين أو حد فينا، لكن حاجة لا هتزود ولا هتنقص، ده بالعكس ممكن تحبط حد فينا وممكن تحبط الاتنين، أنا ضدها. قال لي بس رد على الأسئلة، بس سألني شوية أسئلة ما ردتش على معظمها، ما عرفتش أرد على معظمها. فقلت له دوري بقى. قال لي لا، إيه دورك إيه؟ قلت له لا دوري أسألك. فسألته أسئلة يعني يمكن 12 سؤال بالظبط على ما اتذكر، كانوا 12، ما ردش على واحد ولا واحد فيهم، مع انهم اسئله مباشره جدا. على سبيل المثال، في ناس خبراء سياسيين ومحللين بيسالوا اسئله جميله جدا، الجيش الاوكراني متقدم دلوقتي فين، الجيش الروسي عمل ايه في كورسك، اسئله بسيطه جدا ومباشره هتلاقيها في نشرات الاخبار. وانا بسالك اسئله برضو ايها المحلل، لو حضرتك فعلا سياسي وخبير وعسكري وحاجات من دي، ببساطة شديدة هسألك سؤال ممكن في التاريخ أو في الخبرات العسكرية، هم 10 أسئلة بالظبط، وريني تعرف ولا لأ. أسئلة سياسية يا عم معاصرة، علشان ما نصعبش عليك، وحاجات موجودة في الجرايد وفي الأخبار وعلى صفحات النت. مين رئيس العراق؟ طبعا مش بسأل واحد عراقي. طيب مين رئيس الإمارات؟ طب مين رئيس وزراء الامارات؟ طب مين رئيس وزراء السعوديه؟ طب مين وزير داخليه مصر؟ مين النائب العام في مصر؟ طب مين رئيس الوزراء في فرنسا؟ مين رئيس المانيا؟ مين رئيس الكيان؟ اسئله بسيطه هي مباشره. مين رئيس وزراء روسيا اللي احنا فيها دي؟ طب اسم وزير الداخليه في روسيا ايه؟ طب رئيس تاترستان، انت عارف رئيس الشيشان صح؟ طب رئيس تاترستان مين؟ انا ممكن اسالك حاجات بسيطه جدا يعني ممكن في بلدك وما تعرفهاش. وعلى فكره الاسئله اللي انا سالتها دي كلها ناس خبراء سياسيين وبيحضروا ندوات، ما بيجاوبش على سؤال واحد منهم، وهم كلهم 10 اسئله 20 سؤال بكتير، كلهم حاجات بديهيه شخصيات عامه. طب يا عم انجولا خد استقلالها سنه كام؟ يقول لك اصل انا راجل تاريخي، اصل مش عارف ايه. إيطاليا اتحولت من الشيوعية للرأسمالية إمتى؟ بعد أنهي انتخابات؟ سنة كام؟ حلف الناتو تأسس سنة كام؟ طب حلف وارسو تأسس سنة كام؟ حلف بغداد تأسس سنة كام؟ طب اتحل سنة كام؟ نيجي بقى لبعض المفكرين وبتوع الحداثة وبتوع التنوير، التنويريين يعني، خلينا نسميهم بالاسم اللي بيحبوه. أما جيت مثلاً واحد برضو اتفلسف عليا في موضوع المسرح، فقلت له طب تعال نقعد بقى، الفن المسرحي في القرن الستاشر، ثقافة الفارس الشجاع المغوار، ايه كان الفرق بين ثقافة او الادب بتاع الفرسان في بريطانيا او في انجلترا وفرنسا، الفرق بينهم؟ قلت له مثلا ايه، طيب خلينا للحداثة شوية بقى، الحاجات في مصر مثلا، كم رواية اتعملت فيلم لإحسان عبد القدوس؟ كم رواية اتعملت فيلم ليوسف إدريس؟ كم رواية اتعملت فيلم لنجيب محفوظ؟ ما انت عارفه بقى، ده الراجل أشهر واحد، مش بصعب عليك. الإجابات كلها غلط إذا جاوب أصلا. طيب نيجي للناس الفلاسفة بتوع الفلسفة، أما جي مثلا برضو أسأله أسئلة بديهية وطبيعية المفروض درسها، مش هقول لك مثلا تبحر وخد ماجستير ولا لا، الناس اللي هي درست فلسفة عادية جدا. أقول له مثلا إيه تعريف الدوغماتية قبل الثورة الفرنسية وقبل الثورة الفرنسية؟ طب إيه هو طبعا مش هجاوب السؤال ده بره يعني. برضو الاختلافات في مفهوم الميتافيزيقا عند الأدباء أو الفلاسفة الطلاينة الإيطاليين في ايام ليوناردو دافنشي وغيرهم،
والمعاصرين الفرنسيين ديكارت مثلا ولا حتى كارل ماركس، وجهة نظره كانت ايه، او ايه قيمة البرجوازية عند كارل ماركس، كان ليهم ميزة يعني. برضو الطبقة الجديدة اللي تكونت في القرن 18 في المجتمع اللي نسميه البروليتاريا في روسيا، اسمهم ايه بتوع ايه دول، ولا في طبقة جديدة نشأت في القرن 19، خلينا حتى في اواخر 18 وبداية 19، كان ليهم مسمى، ليهم حياة يعني. برضو في الفلسفة هعطلك، لو انا عايز اكسرك هكسرك، وفي حاجات لسه كتير، اسئلة كتيرة. تعالى كمان ايه في عصر ما قبل النهضة بقى، طب ولا خلينا ايه ايام دونك شوت مثلا، رواية دونك شوت من المؤلف العربي الاصلي للجزء الاول من الرواية، طب ليه اتعملت مش عارف حاجة و30 فصل، حاجات بسيطة يعني المفروض درستها بس انت نسيتها، وممكن اوقعك، ممكن اكعبلك، ممكن خرشمك. انا بسأل اسئلة بديهية، بس طبعا لو عايز اعجز حد خبير استراتيجي اسأله في حاجة لسه حصل من سنتين ثلاثة مش هيعرفها. يا عم ده الحمد لله انهم بيعرفوا ينطقوا بعض المدن الاوكرانية والروسية في الحرب الروسية الاوكرانية صح، يعني مثلا لحد النهاردة اسمع ناس بتقولك على بيلجراد يقولك بيلجرود، الكلمة دي عيب على فكرة لو تفرض، المهم يعني. المهم فواحد تاني يقول لك ايه على خيرسون، لحد النهارده ناس بتقولها خيريسون وعلى وزن حاجة كده عيب كلسون حلو. المهم وغيره وغيره وغيره، يعني مثلا ايه كورسك، الحمد لله ان في 2-3 من اليوتيوبرز والناس المهتمين بالشأن بيقولوها صح، الباقي كله يقول اللي يقول لك كورسك وكوريسك وحاجات كتير وكوريك وحاجات لطيفة جدا. فأنا يا أخي مش بعدل عليك ولا بصلح لك، بس أوريك إن أنت لو فتحت باب العيشان والزياط على الناس، لا في واحد اسمه محمود الحمد لله ببساطة شديدة أقدر أكعبلك وخرشمك في أي مجال يعجبك، حتى في المجالات آخر حاجة تتوقعها إن أنا أكون دارسها أو عارفها هتلاقيني موجود عندك ومستنيك قدامك بالشومة عشان أكسر لك رجليك في العلم وبالعلم، وأتحداك تجاوب سؤال واحد صح، ناهيك عن أن نص الأسئلة مش هتعرف تجاوبها أصلا لا صح ولا غلط. فالموضوع بسيط جدا يا إخوة، لو أنت عايز تعجز حد وتناظر حد، لا دي شغل معلمين وأنا أدعي أن أنا من المعلمين يعني، فصدرني بس مع أي واحد من دول وأنا هزبطهولك. في مناظرة عجبتني صحيح اللي هي بتاعت كمالا هاريس، أي نعم فيها هري كتير وتضيع وقت يعني، ولكن كمالا هاريس ودونالد ترامب لسه شايفها امبارح وبتاع، كانت لطيفة. وعارفين يعني لأول مرة أشوف مظاهرة، قصدي مناظرة ما بين اتنين أمريكان مترشحين للرئاسة، ويبقى نفسي إن أنا أكون مطرح الاتنين. ليه؟ علشان عندي إجابات ده وإجابات لده. يعني مثلا كلمته في موضوع أفغانستان، كلمته في موضوع إن مثلا قال مع الأفغانستان، في الموضوع الأوكراني الشأن الأوكراني، كان عندي إجابات كثيرة حلوة أوي هتعجبهم وهتفحم الاثنين لو أنا وقفت الناحية دي أو الناحية دي. فإنك أنت يبقى غرضك وهدفك افحم اللي قدامك صدقني سهلة لو أنت معلم أو يعني درس حاجات كتير. بمناسبة الدراسة عمل لكم حلقة كبيرة جدا عن الدراسة في روسيا، كتالوج عن الجامعات المغمورة الناس كتيرة ما تعرفهاش ولا درست فيها، ناس كتيرة درست فيها بس انتوا ما تعرفوهمش، انتوا مشهور عندكم بس جامعات السبوبة، لكن في جامعات كده في الظل في موسكو وفي غيرها، بس انا عامل حلقة عن جامعات موسكو بس هتعجبكم ان شاء الله. يلا نشوفكم على خير، الحمد لله، سلام عليكم.